السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنستكمل الحديث حول سورة آل عمران، وقد كنا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وهذا المقطع من السورة الكريمة بدأ الحديث فيه عن غزوة أحد وعما حصل فيها من أحداث وعما وقع من بعض الصحابة من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما ترتب على ذلك من هزيمة للمؤمنين وأذى أصابهم من عدوهم. وبدأت الآيات الكريمة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده بذلك الحدث، فيقول عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، يعني أذكر أيها النبي عليه الصلاة والسلام حين غدوت من أهلك. والغدو الذهاب أول النهار. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، بمعنى تنزل المؤمنين مواضعهم ومنازلهم في القتال، والله سميع عليم. وهذه من صفات القائد المحنك للجيش، أن يكون عالما بأفراد جيشه، عالما بمنازلهم، ينزلهم مواضعهم التي تتناسب مع الخطة التي أعدها لقتال عدوه ومقابلته. ولذلك قال: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. عين النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد جنده وجيشه مكانه الذي يستقر فيه، وكان أكد على الرماة في جبل أحد ألا يغادروه مهما حصل، حتى لو رأوا النبي والصحابة تخطفهم الطير ألا يغادروا وألا يبرحوا مكانهم. وهذا التأكيد منه عليه الصلاة والسلام لحكمة لعل الله عز وجل أطلعه عليها بما سيقع من الصحابة بعد ذلك. قال عز وجل بعد هذا: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي يذكر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، يعني وقع الهم في قلوب طائفتين من المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من قبيلة بني سلمة وبني حارثة، فقد همتا بالفشل، يعني الجبن والضعف والرجوع مع الذين رجعوا من المنافقين، فإن المنافقين رجعوا مع رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وخذلوا المؤمنين في أشد أوقاتهم حاجة، وهذا أوقع ضعفا في بعض المسلمين حتى هموا بالرجوع وترك والجبن عن مواجهة الأعداء. ولذلك قال عز وجل: أن تفشل، يعني أن تجبن عن قتالهم. والله وليهم، ولكن الله هو وليهم، يعني ناصرهم ومثبتهم. ونعم، فقد ثبتهم الله عز وجل على القتال وعلى مواجهة المشركين. ولهذا قال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمن، لأن الإنسان مهما كان عنده من القوة والشجاعة، إذا لم يكن ثابتا، مهما كان عنده من العدد والقوة والاستعداد، فإن أهم ما عليه أن يكون ثباته وشجاعته في قلبه، لأن الجندي والمقاتل يهزم أول ما يهزم في نفسه، أول ما يهزم المقاتل يهزم في نفسه، فإذا هزم في نفسه هزم في ساحة المعركة. ولذلك المؤمن حينما ينزل في ساحات الوغى وساحات الجهاد عليه أن يربط قلبه بالله عز وجل ويعلق ثقته به. ولهذا قال: والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
يذكر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بفضله عليهم ونصره لهم مع قلتهم، قلة عددهم وضعف عتادهم، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليل عددكم قليل قوتكم، ومع هذا فقد نصركم الله عز وجل. وتأملوا الآية الكريمة ختمت قالت: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ليشير إلى أن التقوى سبب في تحصيل شكر الله عز وجل، وليشير أيضا إلى أن التقوى سبب لنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم قال عز وجل بعد ذلك: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. يقول الله عز وجل: اذكر أيها النبي وقت أن قلت للمؤمنين تسألهم ألا يكفيكم أن ينزل الله عليكم مددا من السماء من الملائكة يبلغ عدده 3000. وهذا المدد الذي نزل للمؤمنين في غزوة بدر كان تثبيتا من الله عز وجل للمؤمنين، وقد نزلت الملائكة تثبيتا للمؤمنين مرة بعد أخرى. فأول العدد الذي نزل للمؤمنين كان بلغ 1000 مقاتل، ثم بعد ذلك ثبت الله المؤمنين بنزول 3000 مقاتل، بلغ بهم 3000، ثم في الآية التي تليها بلغ بهم 5000. فكان عدد الملائكة الذين نزلوا للقتال مع المؤمنين في معركة بدر 5000 من الملائكة. وهذا العدد الكبير من الملائكة حقق أمران: أولهما نصر المؤمنين وإعانتهم، والأمر الآخر التثبيت لقلوبهم. فإن واحدا من الملائكة يستطيع أن يهلك أهل مكة كلها، ولكن هذا العدد الكبير من الملائكة فيه التثبيت النفسي لقلوب المؤمنين على قتال عدوه. وهذا الاستفهام الوارد في الآية إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، هذا الاستفهام فيه معنى التقرير، يعني سيكفيكم أن يمدكم الله عز وجل بهذا العدد، بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، يعني ينزلون خصوصا من أجل نصركم وتأييدكم. وقد ثبت في روايات متعددة أن الملائكة قد قاتلوا المشركين حقيقة في معركة بدر، حتى إن الصحابة كانوا يميزون بين قتلاهم وقتل الملائكة، بل المشركون أنفسهم كانوا يشعرون بهذا، يشعرون بأنه قد شارك في المعركة أناس لا يعرفونهم. فهذه الآثار تدل على أن الملائكة قد شاركوا فعلا في القتال مع المشركين في معركة بدر على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. ثم قال عز وجل بعد هذا الاستفهام، وهو من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام كلام الذي حكاه الله عن نبيه: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، يعني بلى قد كفاكم ذلك. ثم قال عز وجل: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، إن تصبروا على قتال عدوكم وعلى أمر الله لكم وتتقوا الله بفعل أمره واجتناب نهيه ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فربط المدد من الله والنصر بالصبر والتقوى. والحقيقة إن إذا تأملنا الآيات الواردة في نصر الله عز وجل للمؤمنين وجدنا شرط الصبر وشرط التقوى من أبرز الشروط
التي يستوجب بها المؤمنون نصر الله عز وجل وتأييده وتمكينه لعباده. وقوله في الآية بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يعني لهم علامات ظاهرة، التسويم التعليم، لهم علامات ظاهرة، هذه العلامات عليهم ظاهرة وعلى خيولهم التي كانوا يركبونها، وهذه علامات كانت تميز الملائكة ويعرفون بها. وبعد أن أخبر الله عز وجل بهذا المدد العظيم الذي نزل على الملائكة على المؤمنين، قال عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني يقول عز وجل إن هذا المدد وهذا العون الذي نزل عليكم ما جعله الله إلا بشرى فقط، تستبشر به القلوب وتهدأ به النفوس وتطمئن، وإلا فالنصر حقيقة بيد الله عز وجل، هو الذي ينصر من يشاء. وهذا ربط للقلوب بخالقها وربط لها بالذي بيده النصر حقيقة، بحيث أن المؤمن لا يتعلق بالأسباب المادية، نعم يعد ما استطاع من قوة من رباط الخير ويأخذ للحرب أهبتها ويعد لها آلتها، ولكن لا يعتمد عليها، بل يعلق رجاءه بالله عز وجل. ولهذا قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعه. ثم قال عز وجل: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بيّن الله عز وجل أن هذا المدد وهذا النصر منه ليحقق به أغراضا وحكما، أولها قطع طرف من الذين كفروا، يعني القطع الطرف هنا المقصود به القتل، لقتل جزء من الذين كفروا، أو يكبتهم، وهذا النتيجة الثانية وهي أن يكبتهم بأن يذلهم ويغيظهم بهزيمة المؤمنين لهم، فيرجعوا إلى قومهم وإلى أهلهم بالفشل الذريع. قبل أن نغادر هذه الآيات التي تشير إلى غزوة بدر، أشير إلى أن قوله عز وجل: بلى إن تتقوا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم في معنى هذه الآية في قوله عز وجل: ويأتوكم من فورهم. هل الذين يأتون من فورهم، يعني يأتون من ساعتهم ومن حينهم، هل المقصود به الملائكة أم المشركون؟ فإن قلنا إن المقصود به الملائكة، فإن المقصود بمعنى الآية يعني أن الملائكة ينزلون لكم هذه الساعة مباشرة، وعليه فيكون المراد بهذا النزول في أي معركة؟ في معركة بدر، ولا إشكال عندئذ. ولكن الإشكال أن بعض المفسرين قال إن قول الله عز وجل: ويأتوكم من فورهم، يعني ويأتيكم المشركون بمددهم من فورهم، فإن بعض المشركين قد هم أن يعين الكفار في غزوة أحد، ولهذا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا المعنى. هل الآية نزلت، هل هذا العدد وعد في معركة أحد أم في معركة بدر؟ والذي يظهر من سياق الآيات الكريمة أن هذا العدد نازل في معركة بدر، وأن قوله عز وجل: ويأتوكم من فورهم، نعم يحتمل أن يكون يأتوكم من فورهم، يعني يأتي مدد المشركين من فورهم، أو يحتمل أيضا أن يكون يأتي مدد الملائكة سراعا. والآية تحتمل هذا وهذا من حيث المعنى،
فإن كان المعنى يأتوكم من فورهم، يعني يأتي المشركون من فورهم، فهذا إخبار من الله أن مدده وإعانته تأتي مباشرة، كأنك تقول إذا أتى لك العدو مسرعا فإن نصري وإعانتي لك تأتي أسرع منه. هذا إذا جعلنا المقصود بالمجيء هنا مجيء الكفار، وإن كان المقصود به مجيء الملائكة فلا إشكال عندئذ. ثم قال عز وجل بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا السياق المتعلق بمعركة بدر وهو في أثناء الكلام عن معركة أحد، رجع السياق مرة أخرى إلى الكلام عن معركة بدر، معركة أحد، فقال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناله ما ناله في معركة أحد وأصابه ما أصابه هو وأصحابه، دعا على رؤساء المشركين بالهلاك، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات، وفيها يقول عز وجل ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من أمر هؤلاء المشركين شيء، إنما أنت مبلغ عن الله، ليس لك من أمرهم شيء، ليس لك من أمرهم شيء، وليس لك أيضا من أمر التوبة عليهم شيء أو من أمر عذابهم شيء، فإن الأمر كله لله. إذن ليس لك أيها النبي من أمرهم شيء أو من أمر التوبة عليهم أو من أمر عذابهم، فإنهم ظالمون. هذا أقرب ما ظهر لي تحمل عليه الآية الكريمة، وإلا فإن المفسرين وقع بينهم خلاف طويل في معنى هذه الآية، فإن بعضهم قال إن هذه الآية تتعلق بمعركة أحد، وبعضهم قال تتعلق بمعركة بدر. لو كانت تتعلق بمعركة بدر وقد أطيل في هذا الموضع لأنها مسألة اختلف فيها المفسر اختلافا واسعا، إن كانت تتعلق بمعركة بدر فيكون السياق تابع لما قبله من الآية في قوله عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، يعني إذن يكون نصر الله للمؤمنين يترتب عليه هذه الأمور الثلاثة، أولا يقطع طرفا من الذين كفروا يعني يقتلهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فأصبحت هذه هي الاحتمالات التي تنتج عن نصر الله للمؤمنين إذا جعلنا الآية في نازلة في أي معركة، في معركة بدر. إن كانت نازلة في معركة أحد فإن الآية التي سبقتها في أي معركة، في معركة بدر، إذن قول ليس لك من الأمر شيء هذا استئناف للحديث عن معركة، عن معركة أحد، ولذلك قول ليس لك من الأمر شيء يشكل عليه يعني على أي شيء يتعلق هذا الكلام، ولذلك قدر محذوف، أنسب ما أرى أنه يقدر به أن يقال ليس لك من أمرهم شيء، من أمر هؤلاء المشركين. ولماذا قلنا إن هذه الآية الصحيح أنها نزلت في معركة أحد؟ لسبب النزول الوارد فيها، فإن في الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالدعاء عليه، وفي بعضها أنه دعا على رؤسائه وكبرائه، فأنزل الله هذه الآيات لتبين أنه ليس لك أيها النبي من هذا الأمر شيء، وعندئذ فيكون التقدير الأنسب أن يقال ليس لك من أمرهم شيء أو من أمر التوبة عليهم أو من أمر عذابهم شيء، إن الأمر كله لله، فإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم، وهذا ما حصل، فإن الله قد تاب على بعض المشركين فأسلموا حسن إسلامهم، وأيضا عذب بعضهم فقتلهم في هذه المعركة وفي بعدها وفي المعارك التي جاءت بعدها، كما في فتح مكة. ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وهذا تعديل
لأحد الاحتمالات وهو احتمال التوبة عليه. لماذا؟ لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ذلك أنه عز وجل له ملك السماوات والأرض. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. توجه الخطاب إلى المؤمنين وينادون بنداء الإيمان الذي من لوازمه تصديق خبر الله وخبر رسوله واتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية نص في تحريم أكل الربا المضاعف، ولكنها كما ترون وردت في الربا المضاعف أضعافا مضاعفة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية من أول الآيات التي نزلت في تحريم الربا المضاعف دون الربا البسيط. وبعضهم قال إن الآية ليست واردة في تحريم نوع من الربا، وإنما تحكي الحال التي كان عليها المشرك، فتحرم عليهم أكل الربا. وحالهم في أكل الربا أنهم يأكلونه إيش؟ مضاعفا. فالآية في حقيقتها تحرم أكل الربا، ولكنها ذكرت المضاعف لأنه هو الحال التي كان عليها المشركون. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن هذه المعاملات، عن هذه المعاملات الربوية، وقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وانظروا ذكر التقوى بعد النهي عن أكل الربا، لأن أكل الربا يقوم على جشع النفس، ولأن الإنسان لا يبذل ماله على سبيل القرض إلا وهو يرجو أن ينتفع بهذا المال، ولأجل ذلك فيرابي. وإلا قد يقول الإنسان: لماذا أعطيه مالي الذي تعبت في جمعه وكسبه وأعطيه إياه قرضا دون أن أستفيد من ذلك؟ فالذي يعصم الإنسان من ذلك حقيقة هو تقوى الله. ولهذا قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن التقوى الله هي التي تورث الفلاح، والفلاح يكون بتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة. ولكننا هنا نقف عند النهي عن أكل الربا والتعامل به في ثنايا الكلام عن غزوة أحد والفشل الذي أصاب المؤمنين في تلك المعركة. وقد يتساءل المرء لماذا يذكر الله عز وجل هذه المعاملة الربوية في هذا السياق وفي هذه الأثناء. الحقيقة ذكر هذه المعاملة المالية الربوية في ثنايا الكلام عن معركة أحد وأسباب الهزيمة والفشل فيها، ليشير إلى أن هذه المعاملات المحرمة سواء كانت معاملات ربوية أو غيرها هي من أسباب الفشل، من الأسباب التي توقع في الفشل، من الأسباب التي تقود إلى الخذلان، لأنه لا زالت هناك معاملات ربوية باقية في ذلك الوقت قبل نزول التحريم. ولأجل هذا تأتي الآية لتشير إلى أن هذه المعاملات الربوية سبب من أسباب الفشل. ولذلك قال عز وجل بعدها: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ليدل على أن هذه المعاملات المحرمة قد تنتهي بالإنسان إلى دخول النار والعياذ بالله. ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتحقيق طاعة الله وطاعة رسوله في امتثال أوامرهما واجتناب ما نواهيهما، وينتج عن ذلك ما أخبر عنه فقال: لعلكم ترحمون، يعني رجاء أن تحصل لكم الرحمة، وأعظم الرحمة هي دخول الجنة. ثم قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المغفرة
جاءت منكرة لتعظيمها، فهي مغفرة، مغفرة عظيمة، وهي مع عظمها إلا أنها من الله عز وجل، وكفى بكونها من الله أن تكون عظيمة. والمغفرة هي الستر والتغطية، فيستر الله ذنوب عبده ولا يحاسبه عليها. هذا هو كمال المغفرة، أن تستر عليك ذنبك وأن لا تحاسب عليه. ثم قال: وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا غفر الله لك ذنوبك فإنك بعد ذلك تكون من أهل الجنة. وهذه الجنة يعني يكفي في وصفها أن عرضها كعرض مثل عرض السماء والأرض، فما بالك بطولها إذا كان هذا عرضها. هذه الجنة أعدت للمتقين، يعني هيئت أكمل ما تكون لمن؟ للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل. ثم قال عز وجل بعد ذلك: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني هؤلاء المتقون من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في وقت السعة والخصب، وينفقون أيضا في الضراء في وقت الشدة والكرب وقلة المال وقلة ذات اليد، فهم في كل أحوالهم ينفقون، ليس في حال دون حال ولا في وقت دون وقت، بل في كل أوقاتهم ينفقون. ثم قال عز وجل: والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ حبسه ومنعه عن النفاذ، يكون في القلب غضب، فأنت إذا حبست هذا الغضب ومنعته عن أن يخرج فقد كظمت غيظك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا تسلسل منطقي، فالإنسان يكون غضبه أو في قلبه غضبا شديدا بعد ذلك يتحول إلى فعل. فذكر الله من صفاتهم أولا أنهم يكظمون الغيظ، يعني يحبسون الغضب في قلوبهم، وبعد حبسهم لا يخرجونه بل يعفون عن الناس. ثم قال: والله يحب المحسنين. من اتصف بهذه الصفات، أنفق في السراء والضراء وسارع إلى مغفرة من ربه وكظم غيظه وعفى عن الناس، هذا الحقيقة قد بلغ منزلة الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. ثم قال بعد ذلك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله الذين، يعني وهم الذين، يعني من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قوله الذين إذا فعلوا فاحشة، الفحش هو مجاوزة الحد قولا أو فعلا، يطلق على القول الذي جاوز حده أنه فاحش، وعلى الفعل أنه فاحش. وغلب استعمال لفظ الفاحشة على الزنا، غلب استعمالها على الزنا، وإلا هي تشمل كل أنواع المعاصي القولية والفعلية التي يجاوز بها الإنسان الحد. فحش الشيء يعني عظمة واتسع. أو ظلموا أنفسهم، وظلم النفس بارتكاب المعاصي. وهنا نلحظ أن لفظ الفاحشة ولفظ ظلم النفس متقارب، أليست الفاحشة ظلما للنفس؟ وأليس من ظلم النفس فعل الفاحشة؟ هذه ألفاظ ترد في القرآن الكريم كثيرا، ألفاظ يتقارب معناها ويتباعد لفظها، يتقارب معناها ويتباعد لفظها. فعندنا لفظ الفاحشة ولفظ ظلم النفس متباعدان من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى متقاربان. وللمفسرين
طريقتان في بيانهما إذا اقترنتا، أما إذا افترقتا فكل منهما يفسر بمعنى الآخر. لهم في ذلك طريقتان، منهم من يقول إنهما بمعنى واحد، فالفاحشة هي الظلم والظلم هو الفاحشة. إذن لماذا عطفتا وذكرتا؟ قال من باب التأكيد، من باب تأكيد الكلام، مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب. هذه طريقة لبعض المفسرين. الطريقة الأخرى أن يحملوا كل لفظ منهما على معنى خاص مناسب بحسب السياق، وهذه هو الغالب عند المفسرين، أن يحملوا لكل منهما معنى، أن يجعل لكل منهما معنى خاص. فقوله الذين إذا فعلوا فاحشة، قال بعض المفسرين الذين فعل إذا فعلوا فاحشة يعني إذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر، لأن الكبائر هي الأمر الفاحش، أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي ما دون الفواحش. ولماذا تسمى المعاصي يعني الصغائر التي دون الكبائر تسمى ظلما للنفس؟ لأنها تنقص من أجر الإنسان في الآخرة ومن حظه في الآخرة، فهي تنقص من حظه، ولذلك سميت ظلما. هؤلاء المؤمنون إذا فعلوا فاحشة وقعوا في كبائر أو نقصوا حظهم بفعل المعاصي، فإنهم يذكرون الله، ذكروا الله. الذكر هنا بعض المفسرين أن يقول أنهم يذكرون الله يعني يتلفظون بذكر الله، ولكن الحقيقة أن ذكر الله هنا أولا ذكره في القلب، يعني أن القلب يستشعر مراقبة الله واطلاعه عليه فيذكره بقلبه، عندئذ يكون الخشية تنبع من أي شيء؟ من القلب. فإذا كانت الخشية في القلب تجده دون شعور يسارع فيذكر الله، يقول لا إله إلا الله، أو يقول أستغفر الله ونحو ذلك، لأن القلب ذكر الله عز وجل فواطأه اللسان، فذكروا الله بقلوبهم وبألسنتهم، فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا من الله أن يغفر ذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب حقيقة إلا الله جل وعلا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأملوا أيها الإخوة، الله عز وجل الإصرار يعني الاستمرار والدوام على الشيء. الله عز وجل ما قال عن المؤمنين لم يعصوا الله أو لم يرتكبوا المعاصي، وإنما قال لم يصروا على ما فعلوا، لأن الوقوع في الذنب هذا من طبيعة البشر أن يقع أحد في الذنب، لأنه مركب من ضعف من شهوات فيضعف ويقع في المعصية، لكن الشأن في المؤمن أنه لا يصر ويتذكر فيرجع إليه، وهذا هي صفة المؤمن. ولذلك أثنى الله عليهم، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن هذا ذنب، ويعلمون مقام الله عز وجل وأنه مطلع عليه. أولئك الموصوفون بهذه الصفات جزاؤهم يعني ثوابهم مغفرة من الله من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت قصورها، وهذا أبلغ ما يكون في وصف القصور وجمالها، أن الإنسان يكون في قصر مرتفع وتحته البساتين التي تمشي فيها الأنهار، هذا يعني قمة اللذة والمتعة في الدنيا، وقد وعد الله عز وجل المؤمنين بها في الآخرة. الآيات بعد هذه تنتقل إلى الكلام عن أو يعود الكلام فيها إلى معركة أحد، ونستمع تلاوة الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، هذه الآيات تعود مرة أخرى إلى الحديث عن غزوة أحد بعد هذا الاستطراد في بيان صفة المؤمنين الذين يستحقون مغفرة الله عز وجل ودخول جناته سبحانه بحمده. يقول عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني لما ابتلى الله عز وجل المؤمنين بما وقع لهم في معركة أحد بدأت الآيات هنا تنزل لتسليهم ولتبين لهم أن الذي حصل لهم من الأذى والقرح والألم والشدة أن هذه سنة الله عز وجل أن يبتلي أولياءه ويصطفي منهم من يشاء. ولهذا قال لهم: قد خلت من قبلكم سنن، والسنن هي الطرائق الثابتة، وهي سنن إلهية. ولذلك قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يعني قد خلت من قبلكم ابتلاءات الله عز وجل لعباده ولأوليائه، فأصابهم ما أصابهم من البلاء والشدة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض سير متبصر متفكر متذكر للأحداث التي وقعت في هذه الأرض. وهذه السنن الإلهية التي يشير إليها عز وجل سنن إلهية في النصر والتمكين، وسنن إلهية في الهزيمة والفشل. فنصر الله عز وجل له سننه وأسبابه، والهزيمة أيضا لها سننها وأسبابها. ولهذا قال عز وجل: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا الحقيقة يعطينا أهمية النظر في التاريخ وأخذ العبرة منه، لأن التاريخ لا يزال يتكرر، أحداث التاريخ لا تزال تتكرر، هي يختلف الأزمان والأماكن والأشخاص، لكن حقيقة الحدث لا زال يتكرر في جنس البشر، لأن البشر هم البشر وطباعهم وصفاتهم وأخلاقهم هي. فلأجل ذلك يتكرر منهم الفعل مرة بعد أخرى. ثم قال عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا الإشارة إلى القرآن الكريم، يبين عز وجل صفة القرآن فيقول: هذا بيان، بيان للناس يعني بيان للحق والباطل، فيبين لك الحق ويبين لك الباطل. وهدى يعني دلالة على الهدى الذي يقودك إلى رضا الله وجنته. وموعظة للمتقين، الوعظ الزجر والتخويف، أصل الوعظ الزجر والتخويف، يعني موعظة وزاجر ومخوف للمتقين. هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل هي حقيقة أوصاف تختصر لك وصف القرآن الكريم. لا أظن أن هناك آية أبلغ في وصف القرآن الكريم من هذه الآية. إذا أردت أن تصف القرآن فقل: هو بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن قد أبان طريق الحق وطريق الضلال،
فاتضح للناس. وهو أيضا يهديهم من أراد الهداية يهديهم إلى السبيل الذي يوصلهم إلى الله عز وجل، وهو أيضا أبلغ موعظة وزاجر للمتقين. ولذلك هذه الصفات أو هذه المعاني التي جاء بها القرآن الكريم تتحقق للمتقين، هو الذي ينتفع، هو الذي ينتفع بها. ثم قال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا يعني لا يصيبكم الضعف والعجز والجبن، ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد من قتل وجراح وألم وهزيمة. لماذا الإنسان لا يصيب، لماذا المؤمنون ينهاهم الله عن الضعف وعن الجبن وعن الحزن لما يصيبهم؟ أو أنتم الأعلون. الأعلون بإيمانكم بالله عز وجل، فكون الإنسان يعلم أنه على الحق وعلى الهدى مهما أصابه من البلاء إنه لا يصيبه الحزن، إنه يعلم أنه على الحق والهدى. وأنتم الأعلون أيضا بعون الله لكم ونصره وتأييده، فقد نصركم الله عز وجل قبل أحد، وأيضا قد وعد الله عز وجل المؤمنين بنصرهم وقد نصرهم حتى فتح الله عليهم مكة. فقال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فلا يصيبكم الوهن ولا يصيبكم الحزن. ثم أيضا تأتي الآية تستمر في تسليته فيقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن يمسسكم قرح، القرح هو الجراح التي أصابتهم في معركة أحد، ويشمل أيضا القتل، فنوع من الجراح يبقى الإنسان معها ونوع من الجراح يموت الإنسان بها. فإن أصابكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني أصابهم قرح مثل قرحكم، فقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح في هذه المعركة وفي قبلها وفي المعركة التي قبلها. وهذا عزاء للمؤمنين، يعني أنتم لستم الذين فقط أصابكم الأذى والجراح، بل حتى عدوكم أصابهم الأذى والجراح. وتلك الأيام نداولها بين الناس، المداولة التصريف، فتداول الأيام، تصرف لك مرة فتكون لك الغلبة، وتصرف عليك مرة فتكون الغلبة لغيرك، مرة يدال لك ومرة يدال عليك. وهذه الأيام كما أخبر عز وجل يداولها بين الناس، وهذه سنة من سنن الله أنه يداول الأيام بين الناس، مرة للمؤمنين ومرة للكافرين، وهذه سنة الله عز وجل يداولها بين الناس. هذا أمر، يعني سبب الذي أصابكم أن الأيام يداولها بين الناس. والأمر الآخر: وليعلم الله الذين آمنوا. أصابكم ما أصابكم ليعلم الله الذين آمنوا. العلم هنا يعني أن يظهر المؤمنون حقا من غيرهم، فيتميز المؤمنون بإيمانهم وصبرهم من المنافقين بقعودهم، وفعلا تميزوا بعد ذلك وعرف المنافق من غير المنافق. والسبب الثالث أو الحكمة الثالث: ويتخذ منكم شهداء، يعني أصابكم ما أصابكم ليختار منكم الله عز وجل شهداء يتفضل عليهم بمنزلة الشهادة ومرتبتها، ويتخذ منكم شهداء. وتأملوا دقة العبارة في قوله يتخذ منكم شهداء. وأيضا: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، يعني المتجاوزين حدوده عز وجل، التاركين لجهاد وقتال عدوه. ثم أيضا حكمة أخرى مما أصابهم: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص التطهير، محص الشيء يعني طهره، وليمحص الله الذين آمنوا يعني يطهر الذين آمنوا، ويمحق الكافرين المحق الإهلاك ويهلك الكافرين. إذن هذا البلاء الذي أصابكم أولا
سببها المداولة بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا يظهر المؤمنون حقيقة ويتخذ الشهداء، وليمحصكم يمحص المؤمنين من غيرهم فتتمحص الصفوف المؤمنين من المنافقين ويمحق الكافرين. وسبحان الله، هذا الذي أصاب المؤمنين من الجراح والأذى كان سببا في أي شيء؟ في محق الكافرين وقطعهم بعد ذلك. فهذه هي النتائج التي نتجت عن هذا الذي حصل للمؤمنين. وربنا عز وجل يلفت أنظار المؤمنين في هذه الآية هو ما يتميز به المؤمنون عن غيرهم. يقول عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. المؤمن يصيبه الجراح، وكذلك الكافر يصيبه الجراح. المؤمن يقتل وكذلك الكافر يقتل في المعركة. هل فقط الذين يقتلون المؤمنون؟ المؤمنون كلا، بل المؤمنون وغيرهم يقتلون، لكن المؤمنون يتميزون عنهم بما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة النساء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. نفس الألم الذي يصيبكم أيضا يصيب، لكن ما الذي نتميز عنهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن مهما أصابه في الجهاد أحد أمرين: إما أن ينصر، وإما أن يستشهد فيؤجر عند الله، إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، وكل منهما مرغوب محبوب مطلوب للمؤمن. أما الكافر فلا يرجو إلا النصر، لكن المؤمن يرجو أحد هذا الأمر: إما أن ينصر على عدوه أو أن يستشهد. وهذه الميزة العظيمة هي التي تجعل المؤمنين يصبرون في ساحات الوغى وساحات الجهاد، وتجد أحدهم أسرع للقاء عدوه من سرعة عدوه فرارا منه. ثم قال عز وجل بعد ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم هذه منقطعة، أم منقطعة للإضراب، للانتقال مما قبلها إلى الانتقال من الكلام الذي قبلها إلى الكلام الذي بعدها، وهي تفيد الاستفهام، حتى إن كثيرا من أهل اللغة يقولون إنها دالة على الاستفهام حيث ورد إذا كانت بمعنى الانقطاع. فالمعنى هنا: هل حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ والحسبان هنا الظن والتوقع، يعني هل ظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ قوله ولما يعلم، هذه لما تفيد النفي مع توقع الحصول الشيء. تقول لما يأتي زيد، يعني الآن زيد لم يأتي لكنه متوقع أن يأتي، لكن حينما تقول لم يأتي زيد فأنت تنفي مجيئه دون أن تتوقع حصوله. وهنا نفى الله عز وجل العلم بالمجاهدين، بظهور المجاهدين من غيرهم، ومع توقع أن ذلك سيظهر. ونعم، قد ظهر في الجهاد والقتال في سبيله، ظهر المؤمنون حقا من غيرهم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني ولم يظهر الذين جاهدوا منكم من غيرهم من المنافقين، وأيضا ليعلم الصابرين. ودائما ما يذكر الصبر في مقام الجهاد، فهو قرين الجهاد، لأنه لا جهاد بغير صبر. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ويذكر الله عز وجل المؤمنين بما سبق، قد كانوا يتمنونه. أليس الصحابة هم الذين كانوا سببا لخروج النبي من المدينة في معركة أحد؟ هم الذين دعوا النبي إلى الخروج، وإلا في النبي مع كبار الصحابة كانوا يرون أن يبقوا في المدينة. لماذا أرادوا أن يخرجوا؟ أرادوا أن يدركوا الفضل الذي أدركه إخوانهم في بدر. فلأجل ذلك، لأجل هذا تمنوا الخروج، فذكرهم الله، قال يعني كيف يصيبكم الحزن وأنتم كنتم تتمنون لقاء عدوكم؟ ولقد كنتم تمنون الموت، يعني تمنون الشهادة في سبيل الله، أو من حرصكم على الجهاد كأنكم تتمنون
تتمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني من قبل أن لقاء أسبابه، ولقاء أسبابه بلقاء العدو. فقد رأيتموه، يعني قد رأيتموه الآن وأنتم تنظرون له عيانا، ليس فقط رؤية عقلية وإنما هي رؤية حقيقية، رأيتموه أسبابه. ولذلك قال وأنتم تنظرون له عيانا. ثم قال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآيات تشير إلى ما وقع من المؤمنين بعد أن شاع بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل في معركة أحد، فقعد بعضهم عن القتال باعتبار أن النبي قد قتل فما عاد من حاجة من القتال. فقال الله عز وجل لهم وما محمد إلا رسول قد خلت، يعني قد انقضت من قبله الرسل. وهل أحد من الصحابة يشك أن أنبياء سابقين قد قضوا وماتوا؟ لا أحد يشك إلى ذلك، ولكن يأتي التذكير بهذا الأمر لأنهم فعلوا فعلا من يشك في هذا. إذا كان الأنبياء قد ماتوا قبله فمحمد عليه الصلاة والسلام مثلهم، يموت كما يموتون ويقتل كما يقتلون، فلماذا تقعدون عن الجهاد في سبيله بسبب موت النبي أو قتله؟ أفإن مات موتا طبيعيا أو قتل في الجهاد انقلبتم، أصل الانقلاب الرجوع، انقلبتم على أعقابكم، والعقب هو مؤخرة القدم، وهذا مبالغة في شدة الانصراف والرجوع، يعني انقلبتم راجعين على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، من يرجع ويدع الجهاد في سبيله وحمل رايته فإنه لا يضر الله شيئا بل يضر نفسه، أن خذل نفسه ولم يسلك بها سبيل الربانيين من أتباع الأنبياء. ولذلك قال عز وجل وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال عز وجل بعد ذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. أخبر عز وجل في هذه الآيات أن لكل نفس أجلها المحدود المؤجل، يعني المؤقت الذي لا تزيد عنه ولا تنقص عنه. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، يعني أجر الدنيا نؤتيه منها. ولذلك قال نؤتيه منها، يعني من هذه الدنيا. ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسيجزي الله الشاكرين لنعمه وفضله جزاء عظيما. ثم قال عز وجل بعد ذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كأي، هذه تركيب هذه الكلمة فيه كلام طويل للمفسرين وأهل اللغة فيه في أصل تركيبها، هل هي كلمة مركبة أم هي بسيطة، ثم إذا كانت مركبة من أي شيء ركبت، ولكن كلامهم يدور في النهاية كما يقول أبو السعود يدور حول أنها بمعنى كم، دال على معنى الاستفهام عن العدد. كأي من نبي قتل، يعني كم من نبي قتل معه ربيون كثير، هي تشير الاستفهام عن العدد. قال عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قاتل معه قد ورد في هذا الموضع قراءتان سبعيتان متواترتان، وقع خلاف بين أهل العلم في معنى الآية عليهم. فقوله قاتل معه ربيون، هذه قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم وبها نقرأ على البناء للفاعل قاتل معه ربيون، فالذين قاتلوا هنا هم الأنبياء والربيون. وفي قراءة أخرى سبعية قرأ بها أبو عمرو وابن كثير ونافع قتل للبناء للمجهول، قتل معه. فإذا هذه الآية تشير إلى أن هذه القراءة قراءة ابن المجهول إلى أن النبي قتل معه
قتل هو وربيون كثير معه، ويحتمل أن يكون أن هذا النبي قتل معه دفاعا عن الحق ربيون كثير، ولا يلزم أن يكون هو الذي قتل، وإنما هم قتلوا معه. تقول قتل مع الجيش الفلاني كذا وكذا، أو مع القائد الفلاني 100,000، وأنت لا تريد أن القائد هو الذي قتل. فهذه القراءة تثبت أنهم قتلوا على إحدى الاحتمالين، إما أن يكون النبي ومعه ربيون كثير قتلوا، أو أن هؤلاء الربيون قتلوا مع النبي، يعني في صحبة النبي دون أن يكون النبي هو الذي قتل. أما قراءة قاتل هي لا يلزم منها حصول القتل، وإنما المقاتلة. المقاتلة قد يقتل بعضهم، قد يصيبهم الجراح، فكل من القراءتان تؤدي معنى أن كثيرا من الأنبياء والربيين معهم قد قاتلوا في سبيل الله، فمنهم مرة قد يقتلون، ومرة قد يصيبهم ما دون ذلك. قوله ربيون كثير اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال إن الربيون هنا يعني ربانيون، من الرباني، وهم أتباع الأنبياء وخاصتهم، أتباع الأنبياء وخاصتهم، ونعلم أن أتباع الأنبياء وخاصة هم الأصفياء من المؤمنين، أصفياء المؤمنين، يعني مثل الحواريين. والمعنى الآخر وهو المشهور في اللغة أن الربيون مشتق من الكثرة، يعني قتل معه أناس كثير، الربيون يعني الكثيرون، الجماعات الكثيرة، الربيون يعني هي الجماعات الكثيرة. فما وهنوا لما أصابهم من القتل أو الجراح، ما أصابهم الضعف والجبن، وما ضعفوا يعني ما قعدوا عن القتال، وما استكانوا يعني ما خضعوا وخشعوا لأعداء مع هذا العذاب العظيم الذي أصابهم، لكنهم لم يصبهم الجبن ولا الضعف ولا الاستكانة والملل. ولهذا قال والله يحب الصابرين، ما قال والله يحبهم، لأن أخلاق هذه الأخلاق التي هم عليها أخلاق من الصابرين، فالله يحبهم، فوصفهم الله بالصبر، وأيضا ذكر محبته لهم. ثم قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يعني لم يكن منهم من قول، لم يكن منهم من شكاية، ما شكوا، ما تأففوا، ما جزعوا أبدا، ما كان منهم إلا أن قالوا ماذا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. سبحان الله، هذا يعني يصيبهم القتل والجراح والآلام الشديدة، ومع ذلك يزدرون أنفسهم في جنب الله، مع أنهم خرجوا لقتال عدو الله في أعظم ميدان الجهاد، ومع ذلك يزدرون أنفسهم، فيسألون الله أن يغفر ذنوبهم، لأنهم علموا أن هذا الذي أصابهم ما أصابهم إلا من عند أنفسهم، فسألوا الله أن يغفر ذنوبهم. أولا بدأوا بها، ما بدأوا بالنصر على العدو. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعني مجاوزتنا في أمرنا وشؤوننا، مجاوزتنا لما أمرتنا به ولحدود ما أمرتنا به، وثبت أقدامنا. بعد أن تغفر الذنوب وأن يتجاوز عنها يسألون الله التثبيت أقدامي والنصر على الكافرين. وهذا السؤال الحقيقة مع أنه في غاية الأدب مع الله، إلا أنه هذا هو المنطق الصحيح، لأن كما ذكرنا أن الهزيمة تكون في القلب أولا، ولا سلامة منها إلا بالتجافي عن المعاصي التي هي السبب لضعف القلب. ولذلك قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، فإذا غفرت الذنوب ثبت القلب، فإذا ثبت القلب ثبتت الأقدام في المعركة، وإذا ثبتت الأقدام في المعركة كان النصر على العدو. ولذلك قال اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فما كان جزاؤهم بعد ذلك؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ثواب الدنيا بالنصر على العدو والتمكين والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة في إنزالهم أعلى المنازل، منازل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال عز وجل بعد ذلك، وأحب قبل أن أنتقل من هذه الآية أن أشير إلى أن الحادثة التي حصلت
من قعود بعض الصحابة عن القتال بعد سماع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاتبة الله عز وجل لهم تشير إلى مبدأ عظيم يجب على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى من يقوم يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل أن يتنبه إليه، وهو أن يكون قيامه ودعوته وجهاده من أجل الحق لذات الحق الذي يدعو إليه، ليس لمن يحمل الحق ويقوم به كائنا ما كان، حتى لو كان النبي فإن النبي يموت ويقتل، فهل يموت ويقتل الحق بقتل النبي؟ وهل يقعد الناس بعد موته؟ أبدا، بل يجب عليهم أن يقوموا. ولذلك جاء في بعض الروايات والآثار أن أحد الصحابة مر به رجل وهو يتشحط في دمه، يعني قد قارب الموت يتشحط في دمه، فقال له: أشعرت يا فلان أن محمدا قد قتل؟ قال: لئن كان قد قتل فقد بلغ، فقوموا فقاتلوا عما كان عليه يقاتل، أو شيئا من هذه أو نحو من هذه الكلمة. فيقول: إن كان قد مات فقد بلغ، فقوموا فقاتلوا على ما كان يقاتل عليه. فالحق والهدى لا يرتبط بأشخاص مهما عرف أماكنهم، لأنهم قد يضلون وقد ينحرفون وقد يموتون وقد يقتلون، فلا يرتبط الحق بهم، بل الدعوة إلى الله وبذل المعروف والنصح الناس والسعي في الخير يقوم به لأنه هو الحق في ذلك، ويهلك عليه الأول ويقوم به الآخر. قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، مهما كان أولئك الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، فيما يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، يرجعوكم بعد إيمانكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين. يعني قال: انقلب الرجل إلى أهله، يعني رجع إلى أهله، فترجعوا بعد ذلك بالخسرة، لا ترجعون إلا بخسرة، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني بل استعصموا واستمسكوا بالله عز وجل الذي هو ناصركم حقيقة، فلا تسمعوا ولا تطيعوا إلى هؤلاء الكفار، فإنهم لا يريدون بكم الخير والنصر ولا النصر، بل الله عز وجل هو ناصركم، يعني هو وليكم، بل الله مولاكم يعني ناصركم وهو خير الناصرين سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يقول عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب أشد الفزع، يسمى ذلك رعبا، بحيث أن فرائص الإنسان وأطرافه ترتعد، يصيبها الاضطراب والارتعاب، هذا يسمى رعبا، فهو فزع شديد. وتأملوا أن الله قال سنلقي، أصل ذات الإلقاء فيه معنى إيش؟ القوة. أصل ذات الإلقاء فيه معنى القوة، فكيف إذا كان هذا الملقى الرعب ذاته؟ كأن الرعب شيء مجسم يؤخذ فيلقى في قلوبهم دفعة واحدة. وانظروا إلى أين كان مقر هذا الإلقاء، في القلوب، لأنها هي التي تنتصر وهي التي تهزم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني بسبب شركهم بالله، شركا لم ينزل به سلطانا، بمعنى أنه شركا موصوفا وحاله أنه لا سلطان له، فإن كل شرك بالله ليس له سلطان، يعني ليس له حجة وليس له برهان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما لم ينزل به حجة وبرهان، ومأواهم النار. المأوى مكان الذي يرجع إليه الإنسان ويستقر فيه، فيأوي إليه ويحتمي
به. فهؤلاء يأوون ويحتمون ويرجعون يوم الآخرة إلى النار، وبئس القرار، وبئس مثوى الظالمين، وبئس ذلك المستقر والمرجع والمأوى، مأوى للظالمين. ووصفهم بالظالمين وصف فيه معنى التعليل، يعني كان ذلك مستقرهم ومأواهم لأنهم ظالمون. قال عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقول عز وجل، والكلام لا زال عن معركة أحد، يقول عز وجل: ولقد أنجزكم الله وعده. وأحب هنا أن أشير إلى، يعني هذه الآيات كلها تأتي مليئة بالدروس العظيمة وطويلة الحقيقة الآيات، لو استعرضناها بآيات سورة بآيات التي نزلت في غزوة بدر لوجدنا أن غزوة أحد كانت الآيات المتعلقة بها أكثر، مع أن تلك كان فيها نصر وهذه فيها هزيمة، لأن أخذ الدروس من أسباب الهزيمة هو الذي يحقق النصر وهو الذي يجعل الإنسان مستمرا على نصره. وإلا إذا لم يعلم الإنسان لماذا ينتصر ولماذا يهزم، فإنه قد يهزم مرة من المرات، وقد تكون تلك الهزيمة التي يهزم فيها هزيمة تأتي عليه ولا تبقي منه. ولذلك حتى يعني نحن نستفيد من هذا حتى في حياتنا، يعني ليس عيبا أن يفشل المرء وأن يخسر وأن يهزم مرة في حياته، ليس عيبا، لأن الفشل هو طريق النجاح والهزيمة هي طريق النصر. ولا يعرف طعم النصر وطعم النجاح إلا من ذاق طعم الهزيمة والفشل. ولهذا تأتي الآيات تتكلم عن هذه المعركة على هذا النحو وهذا التفصيل، وتأخذ هذه الدروس العظيمة منها. يقول عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، لأن الله وعد المؤمنين بنصرهم إذا هم اتقوه وعملوا بما أمر به. وكيف صدقنا وعده؟ قال: إذ تحسون، يعني صدقكم وحصل ذلك في وقت هو الوقت الذي كنتم تحسونهم فيه. وأصل الحس القتل الذريع، بعض المفسرين قال الحس القتل، ولكنه يخص نوعا من القتل وهو القتل الذريع، يعني القتل الفاحش الكثير. ولقد صدقكم الله وعده، وكان هذا الوعد قد تحقق حيث بدأتم في قتل المشركين قتلا ذريعا، وهذا هو الذي حصل في أول معركة أحد وقبل مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر حتى إلى غاية ماذا؟ إذا فشلتم. الفشل مراد به هنا الضعف، حتى إذا فشلتم يعني ضعفتم عن الثبات على المواقع التي أمركم بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، فشل أصابكم الضعف. لماذا قال عز وجل فشلتم هنا، يعني بمعنى ضعفتم؟ لأن الصحابة رأوا المغانم، الذين كانوا على الجبل رأوا الصحابة يجمعون المغانم فضعفت نفسه، أرادوا أن يبادروا إلى جمع المغانم فحصل منهم الضعف. هذا هو الضعف الذي كان سببه القلب نفسه، هو سبب ضعفه، وسمى ذلك فشلا في عدم القدرة على الانتصار على رغبة النفس في هذا المطمع الدنيوي، سماه الله عز وجل فشلا. حتى إذا فشلت أصابهم الفشل، هم لم يخرجوا، لم يبارحوا مكانهم، ما زالوا باقين، لكن حصل أي شيء؟ الفشل في القلب. فماذا أورث بعد ذلك؟ وتنازعت. بعد الفشل في القلب حصل التنازع، هل نبقى أو نذهب؟ فالطائفة يقول لا نبقى، وطائفة تقول لا نثبت، فإن النبي نهانا. حصل التنازع، وإذا حصل التنازع كان الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بين أن تبقوا وبين أن تذهبوا وعصيتم، عصيتم بأي شيء؟ بالذهاب وترك المكان.
من بعد ما أراكم ما تحبون، من ما الذي يحبون كان قتل العدو والانتصار عليهم ورؤية المغانم، منكم من يريد الدنيا. سبحان الله، من الصحابة من كان يريد الدنيا يعني يريد المغنم، منكم من يريد الآخرة، وهو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطيك يعني أن الصحابة بشر وليسوا ملائكة، فيهم هذه الرغبات الفطرية في النفس، فيتعلق أحدهم بالدنيا، ولذلك لا حرج في ذلك أن يتعلق الإنسان بشيء من الدنيا وأن ترغب نفسه فيها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى الصحابة يقع منهم ذلك، لكن إرادة الدنيا لا تكون على حساب الدين، هذا هو المنهي عنه وهو المذموم، وهو المذموم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وإذا حصل هذا كله قال عز وجل ثم صرفكم عنه، صرفكم عنهم، صرفكم عن النصر عليهم، عن الانتصار، عن قتالهم. لماذا صرفكم؟ ليبتليكم، ليبتليكم بهذا الانصراف. فإذا صرفكم عنهم تسلطوا عليكم، وإذا تسلطوا عليكم حصل الابتلاء، الابتلاء لكم ليبتليكم، ولا قد عفا عنكم. ومع ذلك الله عز وجل رحيم بعباده، حتى مع هذه المخالفة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد عفى عنهم، ليبتليهم فيعلم الصابر من الجازع، ويعلم المؤمن من المنافق. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، لأنه عفى عنهم، وإلا لكان قادر عز وجل أن يكون الذي أصابهم من المشركين أعظم من هذا، فإن الذي أصابهم من المشركين بعض القتل ولم يستأصلهم المشركون، ولذلك سيأتي الكلام على أن المشركين أرادوا الرجوع مرة أخرى لاستئصال النبي والصحابة، فكف الله أذى المشركين عن الصحابة. فإذا يعني الله عز وجل عفى عن المؤمنين ولطف بهم فلم يؤاخذهم، وأيضا حماهم ووقاهم من أذى المشركين أكبر مما أصابهم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، يتفضل عليهم أولا بالعفو، ويتفضل عليهم ثانيا بمضاعفة الحسنات، بمضاعفة حسناتهم وثوابهم. أظن أن الوقت قد أزف، ولذلك نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.